بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، يسرني أن أستضيف هذه الوجوه الطيبة الكريمة في هذه الاحتفالية التي نقيمها بمناسبة مرور 30 عام على تأسيس هذه المكتبة في خدمة هذا الوطن وهذه المحافظة تحديدا. وقد كانت الأمور تسير معنا متدرجة، حيث كانت بداية المسيرة في عام 1987 في محل واحد وهو هذا المحل، ثم في عام 2000 أضفنا المحل الثاني، في عام 2008 أضفنا المحل الثالث، في عام 2011 الرابع، في عام 2013 المحل الخامس. واليوم ونحن نحتفل هذا نحتفل معا برعاية الأخ إبراهيم أبو حسيب رئيس الغرفة التجارية، نحتفل لنعلن أن هذه المكتبة قد أخذت على نفسها عهدا بإدارتها أن تكون السباقة في جميع خدماتها. فقد تطورت خدماتنا وعطاؤنا لهذه المحافظة انطلاقا من الكتاب بجميع تخصصاته الدينية والعلمية والسياسية والاجتماعية والأطفال إلى آخره من الكتب، ثم الوسائل المساعدة، ثم القرطاسية، ثم الشنط المدرسية، ثم شنط السفر، ثم الفرع الأخير الذي افتتحناه ونتوجه اليوم، قسم الإلكترونيات، الكمبيوتر والبليفونات والطابعات والأحبار ولوازم هذه الأجهزة جميعها. كذلك منذ حوالي 10 سنوات ونحن مركز وكالة جريدة الأيام للإعلان، واليوم بهذه المناسبة أيضا نعلن عن انطلاق وكالتنا للنقل السريع DHL لدول العالم استقبالا وإرسالا، ويمثلنا الأخ طوقان في هذه الاحتفالية. يسرني مرة أخرى أن أرحب بكم، ولا أريد أن أعلن عن عروضنا لأنها ستكون على مدار شهر بهذه الاحتفالية ابتداء من اليوم ولمدة شهر كامل. العروض تشمل الكتب وتشمل ألعاب الأطفال التعليمية والذكاء، أيضا في ألعاب للذكاء، كذلك تشمل الشنط المدرسية، وهناك عرض سخي جدا جدا في الشنط المدرسية سيكون بهذه الاحتفالية. شنت عليك وشنت علينا، هذه لأول مرة في تاريخ العروض في الوطن. هذا مساهم منا وللوجوه الطيبة والكريمة. والمفاجأة السارة التي ستكون اليوم أننا سنقدم للمدارس المتعاملة معنا في المحافظة طابعة هدية بهذه المناسبة، واليوم سنوزع حوالي 40 طابعة، وسيكون المجال مفتوح لباقي المدارس التي ستحضر وتتعاون وتشتري من هذه المكتبة، سنقدم لها لاحقا طابعات. أما في هذا اليوم سنقدم 40 طابعة ل40 مدرسة في المحافظة. أهلا وسهلا بكم جميعا، والآن كلمة الأخ رئيس الغرفة التجارية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الإخوة جميعا، كلوا باسمي ولقبه، باسمي وباسم أعضاء الغرفة التجارية وعموم تجار محافظة دركرم، نتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريكات لأسرة مكتبة الحكمة، هذه المكتبة العظيمة على مدار 30 عاما من العطاء والنشاط. نتمنى لها التوفيق والنجاح. واليوم برضو بمناسبة المعرض المميز التي تقيم هذه المكتبة مما يساعد على التسوق والعروض، اللي احنا دوما كغرفة تجارية نطالب جميع القطاعات، ليس فقط المكتبية ولكن جميع القطاعات، يكون في هنالك عروض مميزة لخدمة هذه المحافظة ولاستقطاب الزوار والمتسوقين لهذه المحافظة. وطبعا تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الغرفة التجارية
لحملة إعلامية تسويقية لمحافظة طولكرم. كلنا مسؤولين عن تسوق هذه المحافظة، لازم يكون في عنا ولاء لهذه المحافظة والشراء من محافظتك بالأول بشكل عام لنعزز التسوق ويكون في هنالك اقتصاد جيد ونشغل أبنائنا ونخفف البطالة بشكل عام. نتمنى لكم التوفيق والنجاح، وإن شاء الله يكون الجميع القطاعات تسري حذوا لهذه المكتبة وإن شاء الله. حياة قلبي مبروك مبروك مبروك، يا حياة قلبي مبروك. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، وشو حلوة دنيتنا. مشاهدي متابعينا، مكتبة دار الحكمة ليست مجرد مكتبة، مرور 30 عام على تأسيس المكتبة، اليوم تجديد الثقة مع زبائن مكتبة دار الحكمة. يعني رؤيتكم لهذا اليوم بعد 30 عام تقديم خدمات مميزة. أولا يعني قبل أن نتحدث عن المكتبة، نتحدث عن من قام عليها وله باع طويل في هذا العمل في خدمة هذا البلد وخدمة هذا الوطن، فهو في كل خطوة من خطواته يسعى إلى التطوير دائما، وجزاه الله خيرا حيثما كان. فضيلة الشيخ بلال الخميس حقيقة له باع طويل وإدارة حكيمة، سواء كان في دار الحديث أيام ما كان بها، وكذلك في أوقاف طولكرم وفي الزكاة، وهو كذلك في هذا في هذه المكتبة التي تطورت في عهده من الأفضل إلى الأفضل فأكثر كذلك إن شاء الله تعالى، ونسأل الله له التوفيق. مشاهدين ومتابعين، هنا من زبائن مكتبة دار الحكمة، 30 عام على تأسيس المكتبة، ما رؤية زبائن مكتبة دار الحكمة؟ يعني أنت من زبائن الدائمين لمكتبة دار الحكمة، يعني أول شيء تعرفين عن حالك؟ ضحى جود سلمان من رامين، أنا من زبائن مكتبة دار الحكمة، بلشت من أول ما بلشت مدرسة هون، وأنا صرت طالب جامعة لحد الآن باجي على المكتبة. طب شو رأيك بالتجديد والرسالة الدائمة من مكتبة دار الحكمة، سيما اليوم 30 عام على تأسيس المكتبة؟ بسم الله ما شاء الله، أي شيء مش متوفر بأي مكتبة تلقاه ملكة الحكمة، ويعني صراحة دائما متميزين بالعروضات، وزمان لهم برضو لمسة خاصة عند مكتبة الحكمة. شكرا. إذن مكتبة دار الحكمة ليست مجرد مكتبة، 30 عاما على تأسيس المكتبة، اليوم الافتتاح الجديد وتجديد الثقة مع زبائن مكتبة دار الحكمة. يعني ست هديل، أنت مديرة مدرسة، واليوم مرور 30 عام على تأسيس مكتبة دار الحكمة، يعني أنتم كرسالة كيف ترون هذه المكتبة المتجددة والمتطورة؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، مكتبة متجددة، مكتبة عطائها قوي للمدارس، متميزة، يعني نقدر نقول إحنا كتبها من ناحية القرطاسية مميزة وبتخدم المدارس، وهيها أعطتنا يعني تكريم لمرور 30 عام للمدرسة طابعة. كل الشكر إلهم وللقائمين على هذه المكتبة، وأنتوا يعطيكم العافية على تغطيتكم. شو رأيك بأسعارهم بشكل عام؟ أسعارهم جدا مناسبة وملائمة، وحتى لما كنا نسوي عروض أسعار كانت مكتبة دار الحكمة تعطينا أقل أسعار. مكتبة دار الحكمة مرور 30 عاما على تأسيسها، يعني هي ليست مجرد مكتبة متجددة، وأيضا هي وكيلة لجريدة الأيام الفلسطينية. يعني اليوم أنتم حاضرون في مشاركة مكتبة دار الحكمة مرور 30 عام، يعني ماذا تقول في هذا اليوم؟ والله أنا بنتمنى لهم كل التقدم والازدهار، وبنشهد يعني الصحيح بكفاءة ونجاحة العاملين في المكتبة وبأفكار خلاقة دائما يعني بنوردها منهم، في سواء كان في توزيع الجريدة أو في الإعلان، وكل ما في حتى في كمان أساليب خاصة في طباعة الكتب للقراءة وتنويعها. طب يعني خلال مديرة المدرسة قبل قليل سألناها، قالت إن هناك أسعار تختلف عن الجميع، وهناك مراعاة للظروف الاقتصادية من خلال المناقصات التي تتم تقديمها بأقل الأسعار. أنا هذا الحكي بشهده صحيح، دائما بسعى أخونا أبو عمر الشيخ بلال على يعني الحصول على أرخص الأسعار في طباعة الكتب، وهذا الحكي يعني أنا بشهده من خلال معاملاتنا التجارية معه في هذا المجال، دائما بتحرى الدقة والأسعار المتدنية مع وجود الجودة الصحيح، وجود الجودة العالية للكتب.
وعلى عشان ولهذا الحكي انا بتصور يعني سر نجاحه في طباعه كميات وباسعار متدنيه وبقدر يعني يكون بتوزيعها في الضفه كلياتها. مشاهدي متابعينا بنكمل استقراء ايضا وقراءه بعد 30 عاما من تاسيس مكتبه دار الحكمه ليست مجرد مكتبه، ايضا عنوانها التجدد والتجديد دائما والتطور، وكاله جديده دي اتش ال دائما عبر الحضور المميزين من دي اتش ال، يعني اليوم رساله مكتبه دار الحكمه التجدد والتجديد واليوم هم وكلاء لدي اتش ال. اليوم بدايه الوكاله دي اتش ال عند مكتبه الحكمه، وبالذات كان بيوم الافتتاح حاول يعني انه يعملها بنفسه، قلنا احنا حاضرين وبنيجي وبنقوم بالشيء المناسب، واليوم هو اول يوم بيكون في هذا، يعني ان شاء الله بتوفق فيها وراح يكون سعيد جدا فيها، لانها شغله حلوه كثير كثير وبسيطه وبتخدم الناس اكثر من ما هو تخدمه، يعني هو هي خدمه للناس اكثر لانه من العالم والى العالم. يعني اليوم نحن في عصر السرعه ومكتب دار الحكمه تواكب هذه السرعه بالشراكه مع دي اتش ال. صحيح، واحنا لقينا اكيد انه هذه المكتبه هي بعد يعني دراسه وقعدنا معهم اكثر من مره، لقينا انه هي اكثر محل مناسب لخدمه هذه، لخدمه مصلحه الناس، يعني مش لخدمه دي اتش ال، موجوده بالعالم كله في جميع كل جزء في العالم، وهذه لقينا انه انسب شيء انه ان شاء الله بتوفقوا ونتمنى لهم التوفيق بهذا الحكي. طب ماذا تقول لهم في اليوم يعني 30 عاما على تاسيس هذه المكتبه في هذا اليوم؟ والله انا دليل انه هو رجل يعني صاحب مبدا وصاحب موقف جميل جدا اللي هو بيستمر 30 سنه بالعطاء ولا يزال، وإشي بيشرف طبعا هذه الشعب الفلسطيني انه في ناس بتقوم بهذا الحكي بدون توقف وبدون اي واستمراريه في عندهم. رواد مكتبة دار الحكمة بمناسبة مرور 30 عاما على تأسيس المكتبة، هذه الأجواء الرائعة جدا وأيضا الاحتفالية بهذه المناسبة، يعني هنا أيضا الرواد المميزين في هذه المكتبة، يعني نظرة في هذه المكتبة وصورة هذه المكتبة منذ أن تأسس حتى هذه اللحظة، أسعار كتشتيت تطوير في كل المجالات. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نشكر تلفزيون الفجر على هذه اللفتة الكريمة. طبعا مكتبة الحكمة هي مكتبة رائدة في مدينة طولكرم، هذه المدينة التي نعتز بها ونفتخر بها، ويجدر بنا أن نسعى دائما إلى تطوير الإنسان الكرمي والفلسطيني بشكل عام. طبعا أيضا هذه المكتبة تعتبر حاضنة ثقافية للجامعات والمؤسسات التعليمية في طولكرم وغيرها، فنحن مثلا في جامعة فلسطين التقنية خضوري نستفيد من هذه المكتبة بوصفنا أساتذة وطلابة. أيضا انطلاقة هذه المكتبة من جديد يدل دلالة واضحة على أن طولكرم بكل مؤسساتها ومنها الثقافية قادرة على النهوض وقادرة على الإبداع والتميز في كل المجالات. هذه المكتبة لا شك أنها وفرت الجهد الكبير على الناس، حيث إننا نريد أن نجد الكتاب المفيد في بلدنا الحبيب طولكرم، وبالتالي لابد من وجود مكتبة تقوم بهذا العبء وبهذا العمل الجليل. فهذه المكتبة نظرا لموقعها المتوسط ونظرا والسبب الرئيس حقيقة أيضا لإدارتها الرشيدة الحكيمة ممثلة بالعم أبي عمر، كانت رائدة في هذا المجال واستطاعت أن توفر على الناس كل ما يريدون من كتب وقرطاسية ومستلزمات مكتبية، وأيضا هذا التوسع في مجال التكنولوجيا وغير ذلك لنراه جليا ونراه شيئا يبعث في النفس السرور. إذن مشاهدي متابعينا مكتبة دار الحكمة ليست مجرد مكتبة، مرور 30 عاما على تأسيس هذه المكتبة، عنوانها التجدد والتجديد والتطوير، واليوم هذا الاحتفال بهذه المناسبة العزيزة والغالية لزبائن مكتبة دار الحكمة. نلتقي مع صاحب هذه المكتبة الشيخ بلال خميس، يعني عنوانكم دائما عنوان جديد يحمل الاستمرارية والتجدد والتطوير، واليوم جريدة الأيام وأيضا دي اتش ال وافتتاح أيضا فرع للموبايلات والأجهزة الإلكترونية، هناك عنوان في هذه من خلال هذه الرسالة ومكتبة دار الحكمة. عنوان هذه الرسالة أننا في خدمة هذا الوطن وخدمة المواطن
بكل ما يحتاجه، ونحن حريصون على أن نوفر كل ما يحتاجه الطالب تحديدا والمدرس والمدرسة في هذه المحافظة، حتى نغني عن البحث عما يحتاجونه كما يحدث في كثير من متطلبات المدارس والكليات الجامعية الأخرى. وبفضل الله التنوع كما ترون من الكتاب إلى الشنطة إلى شنطة السفر إلى الأجهزة الإلكترونية المختلفة والطابعات والأحبار والهدايا إلى آخره، كل هذا حرص منا على أن نكون متنوعون. وتطبيقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبضع تبع، وفعلا أبضعنا وبعنا، ونشكر جمهورنا في محافظة طول كرم على استمراريته في ريادة هذه المكتبة التي تقدم خدماتها ابتداء من الساعة 7 صباحا وحتى 9 مساء يوميا. إن شاء الله نكون عند حسن ظن هذا الوطن وهذا المواطن بإذنه تعالى. الشيخ بلال، يعني اليوم من خلال استقراء مع زبائن مكتبة دار الحكمة من المعلمين والمعلمات ومدراء المدارس والطلاب أيضا من الجامعات، قالوا بأنها أقل الأسعار وأيضا البضاعة والجودة المميزة والأمانة وحسن التعامل أيضا في هذه المكتبة. الحمد لله رب العالمين، هذا حرصنا، أننا حريصون على أن يكون زبائننا مسرورون من أدائنا بشكل عام وأداء موظفينا بشكل خاص ومن أسعارنا أيضا، حيث أنها بفضل الله متوسطة، يعني حريصون على أن نكون خدمة لهذا المواطن بأسعارنا. وفي هذا الشهر تحديدا شهر هذا العرض هناك عروض مميزة ممكن مراجعتها على صفحتنا أو مراجعة المكتبة، عروض رائعة جدا جدا، وكنا حريصين على أن نقدم خاصة الكتاب لأن يصل إلى كل مواطن وإلى كل طالب لينهل من الثقافة والعلم التي ابتعد عنها كثير من شبابنا. سؤال أخير شيخ بلال، يعني هناك عرض بهذه المناسبة، مناسبة مرور 30 عاما على تأسيس المكتبة من 18-11 حتى 18-12، هذا العرض لزبائن مكتبة دار الحكمة. هذا العرض يشمل خصم 20% على الكتب بشكل عام، هناك عرض على الروايات، روايتين عليك والثالثة علينا تختارها أنت بنفسك، هناك عروض، اخترنا مجموعة كبيرة من الكتب أنزلنا أسعارها إلى 5 شيكل و10 شيكل، هناك عروض أيضا على ألعاب الذكاء وألعاب التعليم خصم 20%، هناك عرض مميز جدا جدا على الشنط المدرسية، شنطة عليك وشنطة علينا، عرض على شنط السفر، شنطة كبيرة عليك وشنطة صغيرة علينا. وهذا الحقيقة يعني بشكل عام هناك عروض على الإلكترونيات ممكن مراجعتها لأنها عديدة ومتنوعة، خاصة فيما يتعلق بالتقسيط للموظفين وللطلاب الجامعات وطلاب المدارس.